بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة، اليوم محاضرة عندنا للمرحلة الثالثة محاسبة المنشآت المالية. موضوعنا مثال جديد عن التأمين. نجي ناخذ نقرأ المثال. يقول استخرجت البيانات التالية من سجلات فرع الحريق بإحدى شركات التأمين والتي تعيد التأمين على عملياتها بنسبة 40% لدى شركة إعادة التأمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019. مطينا أول شيء بلغت الأقساط عن الوثائق المصدرة خلال العام 2 مليون دينار، حصلت الشركة منها على 1 مليون و200 دينار نقدا. النقطة الثانية، بلغت أقساط إعادة التأمين الواردة خلال الفترة 600,000 دينار، حصلت الشركة على 80% منها خلال الفترة بشيكات. وبلغت الأقساط المسددة لشركة إعادة التأمين 500,000 دينار بشيكات. إذن هنا ولدي أنا مسوي لكم باللون الأحمر أنه الشركة 40% من العمليات مالتها زين تعيد التأمين لدى شركة إعادة التأمين أخرى، وعندنا الأقساط مال التأمين المصدرة 1 مليون دينار، وعندنا أقساط إعادة التأمين الواردة 600,000 دينار حصلنا على 80%، وعندنا الأقساط المسددة لشركة إعادة التأمين 500,000 دينار. المطلوب إجراء القيود اليومية للعمليات أعلى وتصوير حساب إجمالي الأقساط بدفتر الأستاذ. إحنا ولدي قلنا سابقا من أين تحصل شركة التأمين على إيراداتها. قلنا تحصل شركة التأمين على إيراداتها من الزباين اللي يجون ويدفعون أقساط التأمين مباشرة إلها، أو من خلال وكلاء، أو من خلال عمليات إعادة التأمين. إعادة التأمين نبلش بالمطلب الأول، إجراء القيود اليومية للعمليات أعلى. بلغت الأقساط عن الوثائق المصدرة، إذن إحنا مصدرين وثائق خلال العام 1 مليون دينار، حصلنا من 1 مليون دينار ما مقداره 1 مليون و200. الأقساط بالنسبة إلى شركة التأمين تعتبر إيراد، والإيراد يعني إحنا نحكي عن الطرف الدائن من القيد. إحنا عندنا حساب اسمه إجمالي أقساط التأمين، هذا الحساب إجمالي أقساط التأمين راح تظهر به جميع الإيرادات ونغلق به جميع المصاريف الخاصة بالعمليات أعلى. إذن هنا حيصير عندنا القيد الأول 1 مليون دينار من حساب المدينون اللي هي أقساط مباشرة تحت التحصيل، اللي هي إلى حساب 2 مليون إجمالي أقساط التأمين اللي هي فرع الحريق. وباعوا ولدي الإجمالي ليش ظهر لنا بالطرف الدائن؟ لأنه إيراد. وحساب المدينون قلنا إحنا ولدي نستخدم حساب المدينون من شركتنا تطلب الزبون أو الزبائن. الشرح مال القيد إثبات استحقاق الأقساط المباشرة وإثبات إيراد الأقساط في حساب إجمالي أقساط التأمين. نجي على الشق الثاني من الجملة، حصلت الشركة منها على 1,200,000 نقدا. إذن إحنا إذا حصلنا على 1,200,000 نقدا، إذن زادت النقدية عندنا، ومن الزيد النقدية والدي راح تظهر لنا بالطرف المدين. إذن صار عندنا 1,200,000 من حساب الصندوق إلى حساب المدينون. باعوا ولدي هنا المدينون كان بالطرف المدين ب1,000,000، من حصلنا 1,200,000 غلقنا بمقدار المدينون 1,200,000 في الطرف الدائن، اذا غلقنا حساب المدينون. يعني هسه انا اذا اجي ارصد حساب المدينون، حساب المدينون يبقى بس 800,000، العفو هنا 1,200,000، 800,000 دينار، خلينا نصلح شويه، 1,200,000 زين، إذا بس يبقى 800,000 دينار اللي هو رصيد المدينون. نكمل، بلغت أقساط إعادة التأمين الواردة خلال الفترة 600,000 دينار، حصلت الشركة على 80% منها خلال الفترة بشيكات. إذا أقساط إعادة التأمين الواردة هذا هم تعتبر إيراد للشركة، إذا راح يكون 600,000 دينار من حساب المدينون بس مال من؟ أقساط شركات إعادة التأمين الواردة، بينما هناك كان المدينون
كان المدينون باسم أقساط مباشرة تحت التحصيل بالعملية رقم 1. نرجع للعملية رقم 3. إذن صار من حساب المدينون إلى حساب أقساط شركات إعادة التأمين الواردة، وهم ولدي باعوا أقساط إعادة التأمين الواردة. هذا همينه ظهرنا بالطرف الدائن لأنه إيراد، بس إيراد مال من؟ إيراد مو مال إجمالي الأقساط اللي هو ظهرنا بالعملية الأولى، هذا إجمالي الأقساط، لا، هذا إيراد ظهرنا لعمليات الواردة، في العمليات الواردة. الشرح مال العملية الثالثة إثبات استحقاق وإيراد الأقساط مال إعادة التأمين الواردة. نجي إلى الشق الثاني من الجملة، يقول حصلت الشركة على 80، إذا نضرب 600,000 في 80% راح يظهر لنا رقم 480,000 من حساب المصرف إلى حساب المدينون. إذا هنا ثبتنا أنه استلمنا صك وغلقنا المدينون، وهاي العملية ضربناها وطلع لنا الرقم. هسه ولدي شو نسوي؟ هذا الإيراد اللي هو مال الأقساط، حتى نوحد الحساب مال إجمالي الأقساط راح نغلق هذا زين بالطرف المدين، بجعله بالطرف المدين وإجمالي الأقساط بالطرف الدائن. إذا باعوا أقساط إعادة التأمين هذا الإيراد غلقناه، إذا هنا تم غلقه. بيش غلقناه ولدي؟ غلقناه بإجمالي أقساط إعادة التأمين. يعني هسه أنا إذا أجي أسوي تي أكاونت بي، هذا باعوا ولدي شكد يطلع لي؟ يطلع لي 2,600,000. ليش؟ العملية الأولى كان 2,000,000 بالطرف الدائن، وهاي العملية الخامسة 600 بالطرف الدائن، فالرصيد راح يكون 2,600,000 بالطرف الدائن. نجي هنا احنا بالسؤال قال لنا تعيد شركة التأمين عن عملياتها بنسبة 40% لدى شركة إعادة التأمين. إذن هو الأقساط مجموعها 2,000,000 في 40% العفو دي يطلع لنا 800,000 دينار. 800,000 دينار من أقساط إعادة التأمين الصادرة. باع ولدي الوارد ظهر لنا دائن، الصادر وين يظهر لنا؟ بالطرف المدين. ليش يظهر لنا بالطرف المدين؟ لأنه يمثل مصروف إلى حساب الدائنون، والدائنون معناته إحنا مطلوبين إلى الشركات الأخرى. هاي العملية رقم 6. نجي على بلغة الأقساط المسددة لشركة إعادة التأمين 500,000 دينار. إذن هنا ولدي 500,000 دينار سددنا إحنا بشيكات، إذن حساب المصرف بالطرف الدائن والدائنون بالطرف المدين. إذن غلقنا الدائنون، هو كان بالعملية 6 بالطرف الدائن، خلينا بالعملية 7 بالطرف المدين، انغلق إثبات سداد أقساط إعادة التأمين الصادرة. نجي على إقفال أقساط التأمين. إحنا قلنا ولدي كل شيء زين صادر أو وارد يعتبر إيراد أو مصروف راح يظهر لنا أو نقف له في إجمالي أقساط التأمين. إجمالي أقساط التأمين هسه أقساط إعادة التأمين الصادرة إحنا مو قلنا هي اعتبرناها مصروف وخليناها بالطرف المدين بالعملية 6 هي أنها. هسه ولدي أريد أغلقها، فوين هي مدين؟ أخليها بالطرف الدائن، والطرف المدين باعوا إجمالي أقساط التأمين. إجمالي أقساط التأمين، وهذا الشرح مع العملية إقفال أقساط إعادة التأمين الصادرة. هسه إقفال نتيجة النشاط من ربح أو خسارة في حساب إيرادات ومصروفات فرع الحريق. إذا صار عندنا إيراد إجمالي أقساط التأمين فرع الحريق إلى حساب إيراد ومصروفات فرع الحريق، إذا هنا نولد الإيراد اللي هو مال إجمالي، هذا الإيراد اللي هو إجمالي أقساط التأمين فرع الحريق، هذا هو الوارد. الإيراد يتم غلقه في المدين، وغلقناه في حساب إيرادات ومصروفات فرع الحريق. باعوا هسه ولدي المطلب الثاني. المطلب الثاني شو يقول؟ يقول أريد أسوي لي تي أكاونت اللي هو دفتر الأستاذ، اللي هو إجمالي الأقساط. هنا أنا ولدي عندي طرف المدين مال التي أكاونت، وهنا الطرف الدائن. عندي 800,000 هذا إلى حساب أقساط إعادة التأمين، وعندي 2,000,000 اللي هو حساب أقساط تحت التحصيل اللي هاي النقطة 1.
هاي النقطة واحد، وهاي 600 اقساط اعادة التأمين الواردة. زين، اذا من اجي ارصد يطلع 1,600,000، احول الرصيد من الطرف الدائن الى الطرف المدين. اذا هنا انا ولدي حيصير عندنا 1,800,000 اللي هو ايراد ومصروفات فرع الحرير. اذا شركتنا حققت ايراد بمقدار 1,800,000، 1,800,000. وشكرا اعزائي الطلبة، وشكرا.